السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد زعزوع من عيادة برجيل في المارينا مول. إن شاء الله النهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا في المسالك البولية، وهو التهاب الجهاز البولي أو Urinary Tract Infection. لو الالتهاب في الكليتين، المريض بيشعر بحرارة في الجسم ورعشة، ممكن بيكون يصاحبها عرق، بالإضافة إلى بعض الأعراض السفلية اللي هي زي حرقان البول وتكرار التبول. طيب لو الالتهاب جه في منطقة المثانة من تحت، بيكون برضو نفس الأعراض اللي هي حرقان وتكرار زيادة في عدد مرات البول، ويضاف عليهم أنه ممكن يكون فيه رائحة في البول أو يكون البول لونه أحمر أو مدمم زي ما بنقول. في آخر مكان ممكن يجي فيه اللي هو الالتهاب اللي في مجرى البول. مجرى البول بيكون مميز جدا، بنلاقي فيه إفرازات خارجة من المجرى، وفي عوامل مساعدة كمان بتؤدي إلى حدوث الالتهاب زي إيه؟ لا قدر الله لما مرضى السكر، واحد يكون عنده ضعف في الجهاز المناعي، ممكن يكون لو في حصوات في الكلى. طيب المريض في الحالة دي ننصحه إن هو يعمل إيه؟ نمرة واحد، لازم يتوجه للطبيب ويعمل أول حاجة بنعملها اللي هو فحص البول الميكروسكوبي، بنشوف الميكروب اللي موجود ده نوعه إيه، وبنشوف هو حساس لأي مضاد حيوي عشان نعطي المضاد المناسب للالتهاب. نمرة اتنين، ممكن بنعمل صورة تلفزيونية زي ما شفنا على الجهاز، بحيث ان انا بقدر اشوف الكليتين هل فيهم اي انسداد، هل فيهم توسع، هل فيه حصى، وبرضو بنزل اشوف المثانة، اشوف المثانة وهي مليانة، واشوف المثانة بعد ما بتفضي البول هل بيكون في بول راكد في المثانة ولا لا. طيب بعد كده هيكون الخطوة التانية ان انا اعالج المريض. طيب العلاج في منتهى البساطة، طبعا بنختار المضاد الحيوي المناسب، بس اهم شيء ان انا لازم اخده لفترة مناسبة، يعني مش اقل من 10 ايام. الوقاية، نشرب مية كتير لان المية دي هي اللي بتغسل الكلى وهي اللي بتنظف المثانة وبتخرج اي لو التهاب بسيط موجود. نمرة اتنين، الاهتمام بالنظافة الشخصية، واهم حاجة برضو ان احنا دايما نفضي المثانة باستمرار، ما نخليش تجمع كبير للبول، لانه ممكن بعد كده يحصل ركود في المثانة وده البول ده يتعكر ويحصل منه التهابات. بنشكركم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.